قد قبضت أرواحهم ليلة القدر. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام عود طيب كريم إلى ساحة القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو صراط الله المستقيم. من تمسك به رشد ومن تركه ضل وهلك. هو الذي شهد له أعداء الله قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمخبر وإن أسفله لمغدق وهو يعلو ولا يعلى عليه. القرآن الكريم هو ذكر الله، آيات بينات من آي الذكر الحكيم أتلوها على مسامع حضراتكم. ذلكم العلم القرآني الإذاعي، فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وسفير مصر بالخارج بالدول العربية والأوروبية، قائد الجامعة الحركية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، ملك الإحساس، ملك المقامات، القارئ الموهوب والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية. الله أسأل لفضيلته دوام التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس
نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض جعلكم خلائف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور
صدق الله العظيم. النفس تعجز أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفس هو الكفاف وإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هكذا إخوة الإيمان والإسلام لقد عشنا وسمعنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة العطرة من كتاب الله عز وجل، وبالتحديد من الجزء الثامن من خواتيم سورة الأنعام، فلاها على مسامع حضرتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، فخر قراء محافظة الغربية وقارئ جمهورية مصر العربية وقطب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقنوات الفضائية، فضيلة القارئ دكتور عبد الناصر حرد القارئ والمقيم بشبرا اليمن محافظة الغربية. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وأن يوفقه دائما إلى ما يحبه ويرضاه. نقلت هذه التلاوة عبر الهندسة الصوتية المتميزة دائما وأبدا الحاج محمد المرسي عميد الصوتيات في الأقهرية. أتلألأ المكان وتزين بالإنارة الحديثة وخازن فراش الكبرى مهندس أحمد الألفي والمقيم بشريط الحرب ومركز ومدينة كفر صخر. تقديم واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميز دائما وأبدا البواردي إدارة المتر محمد حافظ البواردي والمقيم بالبواردية مركز ومدينة كفر صخر. بس الهواء والتصوير بروفيسور التصوير مهندس محمد لطفي والمقيم بالفريين مركز ومدينة كفر صخر. كما أشكر أيضا التسجيلات النادرة لصاحبها الحاج صبح الشبراوي والمقيم بصدقة لقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عنهم المعلم أحمد شحاتة محمد عطية والأستاذ عطية شحاتة محمد عطية والأستاذ محمد شحاتة محمد عطية والأستاذ حسن شحاتة محمد عطية وصاحب الواجب دائما وأبدا الشيخ فكري إبراهيم عبد القادر.